تقول إحدى الأخوات: ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف، لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يكون حجاب المرأة المسلمة، وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم مسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. المسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لحضراتكم الإصدار 31 ويحتوي على سلسلة الفتاوى النسائية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الأول. تقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة؟ نعم، الصواب فيه الزكاة. إخوة بين العلماء، لكن الصواب أن تولي بلاغة النصاب وحلال الحول تزكى، سواء كانت أسيرة أو قلائد أو غير ذلك، ذهب أو فضة. هذا هو الصواب، هذا هو الغالب. تقول: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ ليس لها طيب إلا الخروج، إلا إذا كان طيب لا رائحة له. نعم، ينفعها في الداخل، ولكن ليس له رائحة في الطيب ولا بأس. أحسن الله عليكم. تقول: في أوقات سفرنا لخارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي؟ ليس المرأة أن تكشف وجهها، لا في بلاد الغربة ولا في غيرها. يجب عليها الستر والحذر من ضد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله حينما كانت، وعليها لزوم طاعة الله حينما كانت في بلادها أو في غير بلادها. أحسن الله عليكم. تقول: ما حكم وجود المرأة في المسجد وهي حائض لاستماع المحاضرات والدروس والخطب؟ تقول عند الباب، لا تدخل المسجد، تقول عند الباب أو عند المحراب من خارج، ليس لها الجلوس في المسجد إذا كانت حائض أو نفسها أو جنب. تقول: هل يجوز مصافحة النساء للرجل للرجال الأجانب من وراء حائل؟ ليس المرأة مصافحة الرجل مطلقا، لا من وراء الحائل ولا مباشرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط
ما كان يبايعهن إلا بالكلام. أحسن الله عليكم. تقول ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟ لا ينبغي لبسه لأنه لباس كفر، ينبغي الحذر منه، تلبس لباس قومها وجماعتها. تقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهي الشعر المستعار لزوجها؟ ليس لها ذلك، الرسول منع ذلك وقال إنما هلك من قبلكم من الإسراء مثل هذا، لما فعلوا هذه الكبة التي هي الباروكة أو الوصل نصر. نعم أحسن الله إليكم. يقول تقول ما حكم مقابلة الخدم والسائقين وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟ نعم عليهن تحجب عن الرجال والتستر، وليس لصاحب البيت يخلو الخادمة، بل يجب الحذر من ذلك كسائر النساء الأجنبية، لا يخلو بها ولا تكشف له ولا ينظر إليها، بل يغض البصر لو تساهلت يمرها بالحجاب ويغض البصر. تقول ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ لا يجوز تعرض الحاجب، هذا النفس نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تعرض الحاجبين لقصر ولا غيره. تقول أيضا وما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها؟ لا يجوز أكثر من 40، لا بأس بقاه إلى حد 40، ولا بد من إزالة المناكير عند الوضوء والغسل حتى لا تحول بينها وبين الماء، أما الظهر يجوز يبقى إلى 40. يقول أنا أسأل الله عنه وقف لنا يقص الشارب قلب الظهر ونفس اللط حقان ألا نترك ذلك أكثر من 40 وهو مسلم. تقول أيضا ما حكم لبس الكعب العالي؟ ما يجوز هذا تلبيس، هذا الشيء العادي. تقول إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟ إذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت الليل صلي المغرب والعشاء، هكذا جاءت يوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنها وقت ضرورة كالمريض، طهرت العصر صلي المغرب، إذا طهرت الليل صلي المغرب والعشاء. تقول هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل 40؟ نعم، متى طهرت وهي بنت 30 أو 20، متى طهرت تصلي وتصوم تحل زوجها. وإذا عاد الدم في 40 تجلس لا تصلي ولا تصوم ما دام في 40. وإذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها دم، الدم فساد، توضأ لكل صلاة بعد 40. أحسن الله عليكم. تقول إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ نعم، إذا طهرت قبل الفجر مثل الجنوب كان قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر لا بأس، الغسل لا يضر. تقول ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟ الصواب لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف من وراء الحائض لأنه مهتز الجنوب مدة يسيرة يغتسل ينتهي، لكن الحائض مدة تطول. أما الحديث لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن فهو حديث ضعيف. تقول إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ لا يلزمها لا، لأنها ما فرطت، أما لو أخرت وضاق الوقت يلزمها القضاء لأنها مفرطة، أما إذا جاء الحيض في أول وقت أو في وسط الوقت ما لا يلزمها القضاء، هذا صحيح. تقول قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟ تذهب معه ثم يرجع لها هو ولا خير من حالها وتكمل الأمر، إلا إذا كان شرطت وحبسني حابس هذا من الحابس. سألون الله يحسن إليك عن لبس العدسات اللاصقة للزينة وللتجمل للزوج. هي غالي تركها أولا إلا إذا كان فيها منفعة في البصر. نعم إلا تركها أولا. أثابكم الله أحسن إليكم. سماحة الشيخ هذه سائلة تقول أنا امرأة تزوجت وأنا صغيرة في السن وأنجبت بنت وأنا في سن 14 من عمري وأجهل تربية الأطفال ولا أعلم عن تربيتهن وقدر الله ولا أعلم عن تربية الطفل وقدر الله بأن ابنتي أصيبت بمرض وتوفيت وأنا خائفة من أن يلحقني من طرفها إثم. إذا كنت لا فعلت شيء الحمد لله خلي عنك وساوس، إذا كنت لا فعلت شيء يقتلها أليس عليه شيء، واترك الوساوس التي يمليها الشيطان. أثابكم الله. أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المسبح مغلقا فما دريت إلا سقط في المسبح عند السنة، هل عليها شيء يا شيخ؟ لا ما دام بعيدا عنه ولا هو الباب كان مكسر ما دام بعيدا عنه ولم تسبب فيه لا عليه شيء. ثم إذا جعلته عنده فيه فرق. هي عنده والمسبح قريب ولكن تعلم أن باب المسبح مغلق ولكن إخوان الطفل ربما يذهبون يفتحون المسبح إن شاء الله ما عليه شيء ما دام ما هربت إن شاء الله.
أحفظكم الله. سماحة الشيخ هذه سائلة قول: ما حكم قبول الهدايا من الطالبات جزاكم الله خيرا؟ الأغرب والله أعلم لا ينبغي قبولها، يعني قد تكون رشوة، فلا ينبغي صرف القبول وتعليمهم عدم الإهداء، لأن الهدية إذا جاءت المعلمة أو المعلم قد تفضي به إلى الغش والمحاباة لهذا الذي أهدى، فالأحوط الذي ينبغي ترفع ذلك. تقول السائلة: أنا دائمة التفكير بالموت، والموت يلازمني في كثير من الأوقات، وتمنيت تتحقق هذه الرغبة بسبب ما أعانيه من قهر من أهلي والأجواء من حولي، فبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟ نوصيك بالصبر وسؤال الله العافية، سؤال الله العافية من كل شر، فسأل الله العافية من كل شر مع الصبر، والمؤمن على خير عظيم. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر هو الطريق السليم. الله يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك الصبر والاحتساب. والحديث: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: اللهم آجله في مصيبتي وأخلي خيرا منها، إلا آجله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فإذا سلط عليك أحد أقاربك أب أو أم أو غيرهما فاصبري واحتسبي وعالجي الأمور بالحكمة، عالجيها بما يستطاع من الدفع عن السكر بما أباح الله، وما عجزت عنه فسأل الله العافية وسأل الله الهداية لهم وأصبري واحتسبي ولا تطلب الموت ولا تسأل الموت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة عين عين دال من جازان محافظة أبي عريش، تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تذكر تقول: والدي شيخ كبير في السن، لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة ولا يقوى على الركوع أو السجود، وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله، فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد، وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض، وجميع الصلوات يصليها في المنزل، علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله: إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل، وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان عاجزا تصح، يصلي في الهواء، يركع في الهواء أو يسجد في الهواء، يصلي وهو قاعد، هو أعلم بنفسه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كان مريضا: صلي قاعدة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. المؤمن يصلي حسب حاله. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان عاجزا عن السجود في الأرض وعن الركوع فإن يفعل ما استطاع، يركع المستطاع ويسجد المستطاع ويكون سجوده أخفض من الركوع. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، السائلة هم عبد الله من مكة المكرمة، تقول: سماحة الشيخ، أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي 10 دقائق 4 ركعات، وقبل الظهر أيضا أصلي 4 ركعات، وبعده أصلي ركعتين، وأصلي قبل المغرب 2 ركعات سنة الوضوء، وآخر الليل أصلي الوتر 12:00 إلى 1:00، وقبل أذان الفجر أصلي 2 ركعات. والسؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم تلك الصلوات المذكورة؟ كل هذا سنة، سنة إنسان صلى قبل العصر 4، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله ورحمه، صلى 4 قبل العصر، وكان يصلي 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وسنتين بعدها، وإن صلى بعد الظهر 4 فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. إذا صلى بعدها 4 وقبلها 4 الظهر هذا أفضل. أما الراتبة فثنتان، الراتبة ثنتان، يعني تسليمة واحدة بعد الظهر وقبلها تسليمتان، هذا حج الراتبة 6 ركعات، قبلها 4 وبعدها 2، لكن لو صلى بعدها 4 فهو أفضل. وبعد أذان المغرب 2، صلي بعد أذان المغرب 2، وبعد أذان العشاء 2 أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، ولو راح صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال لمن شاء، دل على أنها مستحبة. وبعد الإشارة 2 راتبة، وقبل الفجر 2 راتبة، صلي قبل الفجر 2 قبل طلوع الفجر راتبة. حفظكم الله. هذه سائلة العوفي قرية قصيبة، تقول: سماحة الشيخ،
هل زوجة الخال من المحارم أم لا؟ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم، ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه. زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ ليس من المحارم، إذا مات زوجها أو طلقها أو خرج عدة جاز أن ينكحها ولد أخته، لا بأس. زوجة الأخ لها أقرب، زوجة مين محرم؟ المحرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم فليس محارم، بل هو أجنبي بها. زوجة خالها أجنبية، زوجة عمها أجنبية، زوجة أخيها أجنبية، ليس له أن يخلو بها وليس لها أن تكشف له. حفظكم الله سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز؟ لا، لست محرما لهم، أنت خالتها، خالة بنات أختك، فأزواج خواتك ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، ولست محرما له، إنما هو زوج أمك، زوج جدتك ما خالة، زوج جنتك ما لا بأس، أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا، ليس محرم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر؟ وما هي كيفية الصبر على المرض؟ له أجر عظيم، صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر أمك، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له. فالصبر كون الإنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر يحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك للناس أنا كذا أنا كذا، هذا خلاف الصبر. لكن الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر أنه أصاب كذا وأصاب كذا من أي شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو ربط الخد أو نكس الشعر أو أشبه ذلك، هذا لا يجوز. سماحة الشيخ حفظكم الله تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع؟ بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة. العين حق في نقاص الأشياء، العين حق، وأن شيء سبق القضاء سبقت العين، قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره، فالإنسان يتعود بكلمات الله التامة في شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره. حفظكم الله تقول الوقت من الزلفي سماحة الشيخ: علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائل؟ الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، إذا تيسر من العائل يغتسل يعني لا بد، المقصود يغسل وجهه ويتلظظ ويغسل داخل تجاره وأطراف قدره، ينفع يصب على المريض ويغسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبها المريض نفع بإذن الله، لما تسأل المقصود يكون يغسل وجهه ويتمضمض يغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه هذا وركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمضمضة غسل يديه بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضى في الإناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله. حفظكم الله سماحة الشيخ. هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟ يعني يقول: اللهم اغفر لي شره، اللهم اغفر لي شره كل ذي شر، لأن العائن ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره مهم برغبته، يقول: اللهم اغفر لي شره كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول: اللهم بارك فلان، يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطأ العين نفسه، إذا كان يخاف من عينه يقول: بارك الله في فلان ما شاء الله، كان يرى شيء يعجبه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة.
حفظكم الله يا سماحة الشيخ، هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ، هل هذا من العقوبات الدنيوية؟ وما معنى الحديث احفظ الله يحفظك؟ قد هذا عقوبة، قد يقع ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجاته. قال جل وعلا: ما أصاب مصيبة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب مصيبة مما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كثير يقع بسبب كسب اليد، قد يفعل أشياء تسبب المصيبة، وقد تنزل المصيبة لحكمة بالغة، كما يقع للأنبياء وغير الأنبياء، ليرفع الله درجاتهم ويعظم أجورهم سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصار فكان خير له، وإن أصابته صار بشر أو شكر فكان خير له. وفي الحديث: من يجد الله بخير يسمه، اللهم صل على محمد. لعل أصاب بمصيبة من غير سيئة، بل ليرفع الله درجاته ويعظم أجره. إن أيضا الجزاء ما أيضا البلاء. نعم سماحة الشيخ، لعلنا نستأنس حقيقة بشرحكم لهذا الحديث العظيم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث عظيم، احفظ الله بطاعته والاستقامة على دينه، يحفظه من كل شر. احفظ الله تجده تجاهك لأمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مشروع المؤمن يعتني بهذا، وأن يحفظ حدود الله ومحارمه، وأن يؤدي الواجبات، وأن يحفظ كل ما نهى الله عنه. هذا من أسباب حفظ الله له، من أسباب توفيق الله له جل وعلا. وكذلك يجد الحاجة بالله، يسأل الله، يستعين بالله، يضع حاجاته بالله جل وعلا. كل هذا من أسباب التوفيق، يعني يجد حاجاته بالله، يسأل رب كل حاجة، أن الله يسر لك كذا ويسر لك كذا ويعطي كذا ويرحم من كذا ويكفي شر الذنوب ويعينه على طاعة الله ويرزقه رزق الحلال. يطلب الله بفضله جل وعلا، ويحفظ الله بحفظ طاعته وترك معصيته. هذه أختكم في الله ميم حاء من مكة المكرمة، بعثت لمجموعة من الأسئلة. تقول: يا سماحة الشيخ، ما الطريق الصحيح لإخلاص العمل لله عز وجل، وكيف يكون العمل خالصا لوجهه الكريم؟ الطريق لذلك لإخلاص العمل هو الإقبال على الله، وإحضار القلب بين يديه، وأن تعمل العمل تريد وجهه، تريد النجاة من النار، تريد رحمته وإحسانه، سواء كان العمل صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك. هذا هو الإخلاص، أن تقصد وجه ربك، تريد التقرب إليه، تريد رحمته، تريد قبوله منك، تريد النجاة من النار، تريد الفوز بالجنة. لا تفعله رياء ولا سمعة، ولكن تفعله تريد وجه الله، تريد دار الآخرة، تريد النجاة، تريد براءة الذمة. هكذا المؤمن. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون عمله لله، وأن يقصد بهذا العمل وجه ربه وقربة لديه، لعله يرضى عنه ولعله يتقبله منه. أحسن الله إليكم. أختنا السائلة سماحة الشيخ من أسئلتها تقول: تذكر في أنها فتاة تعيش في عذاب شديد، وتحس بأنها في ضياع تام، وأن الأرض تقول قد ضاقت بي بما رحبت، وأنا حائرة جدا. تقول هذه السائلة: لأن عندي وساوس في الصلاة يكثر هذا، وتكثر الأوهام والخيالات الباطلة، يراود عقلي وقلبي وساوس تخرج الإنسان من الملة وتوقعه في الشرك، ولكنني لأجل ذلك كثرت عندي الوساوس والأوهام، وأحس بأن أعمالي باطلة، وصيامي وصلاتي كلها مردودة، فيصاحبني أحزان كثيرة وتضايقني جدا، وأكره العيش في الحياة، وفي نفس الوقت أخاف من المولى عز وجل، ماذا أقول له؟ الوسواس كلها خطيرة، لا أستطيع أن أنطق بها ولا أبوح بها لأحد، لأنها كما قلت تخرج من الملة. حصل هذا عندي منذ أكثر من 3 سنوات، ويكثر عندي في شهر رمضان المبارك، فوجهوني يا سماحة الشيخ وانصحونني بهذا مأذوري. الواجب عليك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا حضر شيء من هذا، والإقبال على العبادة والإكرام من ذكر الله عز وجل، وأن تقول عند الوساوس: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر النبي الصحابة رضي الله عنهم لما سألوها عما يقع لهم من الوساوس العظيمة، قال لهم: قولوا آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالواجب عليك هكذا أن تقولي: آمنت بالله ورسوله، وأن تستمر في أعمالك الطيبة، وأن تطرح الوسواس، وتقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمني على أن عملك تم، صلاتك صحيحة ورؤوسك صحيح، ولا تعيد شيئا، بل تعمل بظنك بذلك والحمد لله. مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما قول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، والإعراض عن هذه الوساوس والتعوذ بالله من الشيطان. هذه سائلة تقول سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها، تقول أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟ إذا كان الطواف نافلة لا شيء عليها، إذا كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفادة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها، إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء في مكة، وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله، فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج ولو وضع عليها سنون، هي لا تسأل عليها الطواف ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج، وإن كان عمرة عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون، وإن كانت أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكان للفقراء في طواف العمرة، وهكذا في إذا كان في طواف الحج، وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد عمرة تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت العمرة الأولى منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من الإمارات رمزت لاسمها بألف ألف باء، تقول في هذا السؤال: امرأة متدينة تقيم الصلوات في أوقاتها ومحافظة على الذكر، لكنها ترفض الزواج والخطاب بحجة التفرغ للعبادة والدعوة إلى الله، مع أنها تقول حصلت على دراسة متقدمة، بماذا يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟ نصحها بالزواج، الزواج فيه خير عظيم ومصالح كبيرة، فنوصيها بالزواج مع الدعوة إلى الله ومع العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، ويقول: تزوجوا الولود الولود، وهذا يعم الرجال والنساء، يا معشر الشباب يعم الجميع، ينصح الجميع بالزواج لما فيه من العفة والتعاون على البر والتقوى وتيسير الأولاد وتيسير الأمة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من أسئلة هذه السائلة سين نون من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة ولكنها لم تتعدى الملابس الخارجية وجزاكم الله خيرا؟ من يصلى بأمام بن زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمام بن زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن فيه ظاهر ومحفظ فلا بأس الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم الجائزة التي تكون مقابل شراء شيء، مثلا يدفع لك شيء عندما تشتري من هذه البقالة وغيرها؟ إذا أعطوك شيء ما قصدته إنما هو هدية منه لا بأس، أما ما يفعل بعض الناس من يشترى منهم كذا وكذا وانطن كذا فلا لا ترك ذلك، لأن هذا ترغيب في الشراء منهم وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين والشحناء، هذا أولى. هذه السائلة الأخت من الطائف سين عين تقول: كنت قد نذرت نذرا بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل الله بدأت في الوفاء بنذري، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر ولكن يوجد فقط سجدة شكر، فبدأت في أدائها، فهل تكفي للوفاء بنذري؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط؟ مأجورين. الواجب أن توفي بنذره، أن تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، صلاة الركعتين طاعة لله. سجود الشكر غير صلاة المنذورة. صلاة المنذورة يجب الوفاء بها، سجود الشكر شيء آخر. عليك أن توفي بنذرك بالصلاة، أن تصلي ركعتين قبل كل صلاة من أجل نذرك. وتعرف أيام تركتها تقبلها. تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟ النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن لا تنتقي الزراعة ولا تلبس القفازين، المحرمة لا تلبس النقاب هو الذي خيط على قدر الوجه فيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه،
ولا تلبس قفازين في اليدين دسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار وتغطي يديها بالجلال أو بالزش لا بأس. أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟ لا، يكون جهلا ولا حرج، لكن جهلا أو نسيان فلا حرج. أحسن الله إليكم. السائلة تاء ميم الخاصرة نجد تقول والدتي قامت بعمل وشم بيدها اليمنى أيام طفولتها، وقد تبين بأن عمل الوشم محرم كما تعلمون، فهل على والدتي إثم في ذلك وبماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟ عليها أن تزيل إذا تيسر ذلك، عليها أن تزيل بالطرق المناسبة، يعني فهل أطباء يزال الوشم بالطرق المناسبة، إذا فعلت وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء. السائلة هم يوسف من القصيم المذنب تقول سماحة الشيخ ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنزل، حيث إنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها، حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون بأنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟ ما يجوز إثلاثا بالنار، لكن تتلف بشيء آخر غير النار، أما بالنار الرسول صائم النار لا يعذب بها إلا الله، فلا يجوز حرق النواميس ولا غيرها بالنار. تقول أم يوسف من القصيم المذنب سماحة الشيخ حفظكم الله تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها، لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها يرحمه الله لم يذبح عنها عقيقة. الأفضل نعم أن تعق عن نفسها، لكن متأكدة أن أباها لم يذبح فالأفضل أن تعق عن نفسها، والحمد لله. أحسن الله إليكم وأثابكم يا سماحة الشيخ ووفقكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. تقول إحدى الأخوات ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكتاف لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام كما نرجو من فضيلتكم إعداد فتوى خاصة لهذا الأمر للنشر وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يجوز تشبه للمرأة بالرجل، ولبس العباءة على كتفين تشبه بالرجل، الغالب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها مع عناية بالتستر والبعد عن تشبه بالرجال وعن أسباب الفتنة من إظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن، يعني الأزواج ومن ذكر معهم، ويقول سبحانه في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن ما يلزمن البيوت إلا لمصلحة، خروج المصلحة، فإذا خرج لمصلحة سيكون مع التستر وعدم التبرج، والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن. تقول هذه الأخت ما حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق للضرورة، وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟ ركوب السيارة وحدها ما يصلح، لأن هذا من أسباب الفتنة والشر، فلا بد يكون معها امرأة أو رجل حتى يكون ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل المرأة فإن الشيطان هارثهما، الرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث يزيل الخلوة، كما الإنسان يكون في البيت عنده زوجته وعند زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بمرأة أخيه ولا مرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، لابد يكون معهم ثالث أو أكثر يزيل الخلوة، والأطفال ما ينفعون، لابد يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية تفهم يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي. من الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت هل علي إثم إذا رأيت امرأة متبرجة ولم أقدم لها النصيحة؟ نعم، الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجب الإيمان، هذا معناه أن هذا من واجب الإيمان على الجميع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الواجب عليك يا رأيت المتبرجة أن تنكري عليها بكلام طيب، يا أمة الله يا أخت الله هذا لا يجوز، خاف الله راقب الله هداك الله هذا لا يجوز، رأيتيها تغازل تسمعينها شيء تتكلم بأشياء غير مناسبة تنصحينها، رأيتيها خالية برجل أجنبي تنصحينها،
رأيت هذا أعضى الدخان أو الخمر أو تعقوا والدها أو والدتها تنصحينها هكذا. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه تقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر زينة الذهب والخواتم للرجال الأجانب في السوق مثلا أو في المستشفى؟ ليس لها أن تظهر ذلك، بل عليها أن تلبس مثلا سوس اليدين يسمونها قفازين أو غيرها بالعباءة أو بالجلال تستر نفسها لأنها تلفت النظر، وهكذا الخلخال في الرجل، وهكذا الرجل تكون مستورة بجورب أو بالثياب الرافية. تقول هذه الأخت: كيف يكون حجاب المرأة المسلمة، وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟ الحجاب عام في السعودية وغير السعودية، كل مسلمة في المشارق والمغارب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب وعدم الخلوة أيضا. تقول: زوجي لا ينتظم في الصلاة، فما العمل معه؟ إذا كان الزوج تارة يصلي وتارة ما يصلي يجب تركه والذهاب إلى الأهل، أنت وأولادك، أنت أحق بأولادك، ويرفع الأمر المحكمة، لأن ترك الصلاة كفر من الرجال والنساء، ترك الصلاة من الرجل أو المرأة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كل مسلم ترك الصلاة، هذا هو الأصح. وقال قوم من أهل العلم: إن كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولكن الصواب أنه كفر أكبر إذا ترك الصلاة ولو بعض الأوقات، صلي العصر ولا يصلي الظهر، أو صلي الظهر والعصر ولا يصلي المغرب، أو صلي ما يصلي الفجر. المقصود إذا كان تارة وتارة يكفر حتى يصلي جميع ولو في البيت، يصلى في البيت لا يكفر، لكن يلزمه يصليها مع جماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين يصلي في جماعة، وإذا ترك ذاته من عاصم يشبه بأهل النفاق لكن لا يكفر. أما إذا تركها بكلية يكفر بذلك نسأل الله العافية. وللمرأة أن تخرج من بيتها، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب، ويكون لك من طريق المحكمة. الله إليكم. تقول: أثابكم الله، هل إذا توضأت المرأة ثم قامت بتمسيح طفلها أعزك الله من البول أو البراز قبل الصلاة، هل هذا تبطل الوضوء؟ إذا مسكت فرجها بطل الوضوء، إذا مسكت الدبر أو القبل من دون حائل بطل الوضوء، أما إذا كان من وراء خرقة فلا يبطل، أو مرة أو البدن وهو بالدبر والقبل أساس البدن لا لا. أما إذا باشرت اليد قبله أو دبره ذكرا كان أو أنثى يبطل الوضوء كعيد التمسح، الاستنجاء ما يعاد بس التمسح، غسل الوجه واليدين مسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. الوضوء من المس فرج، من النوم، من الريح، من أكلة بالله من الأهل الإبل فيها الوضوء، ما في استنجاء. من النوم كذلك، يعني يغسل يتمضمض يستنزق يغسل وجهه، والمرأة كذلك يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين يغسل الرجلين، هذا الوضوء. أما إذا كان بول أو غائب يستنجي، يغسل الدبر كان غائب أو يأتي الذكر القبول كان بول، ثم يتمسح يستمر. أما إذا كان حدثه مس الفرج أو نوم أو مس أو أكل لحم الجزور أو مس الفرج هذا أو الريح الفساء والضعاف هذا ما فيه إلا الوضوء، يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه مع النظر والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين مس الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين، هذا الوضوء يسمى الوضوء ويسمى التمسح. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: ما حكم الشرع في وجود الخادمات الغير مسلمات في البيت حتى لو كانت العاملة مجرد خياطة ليس لها أي دور في أعمال البيت أو في تربية الأولاد؟ لا يجوز استخدام الكافرات في هذه الجزيرة العربية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إبقاء الكفار فيها وأوصى بإخراج الكفار من الجزيرة العربية، وهي المملكة العربية السعودية واليمن والخليج كلها جزيرة عربية، من الواجب عدم استخدام الكفر إليها وإقامتهم بها إلا من ضرورة يراها ولي الأمر كطبيب يحتاج إليه أو مهندس الحلاج يحتاج يراها ولي الأمر أو ناس يأتون يبيعون ميرة فاكهة حبوب يبيعون أشياء ثم يرجعون يجيبون ثم يرجعون إذا سمح لهم ولي الأمر لا بأس. أما استخدام خادمات أو عمال كذا في الجزيرة لا يجوز، لأن هذا في شر عظيم وأخطار كثيرة. تقول هذه الأخت: لي قريبة مقاطعة لشقيقها من سنتين، وتقول إنه لا يصلي وصاحب معاص، وأنا أسأل هل يجوز لها مقاطعته أو لا يجوز؟ إذا كان الأخ لا يصلي يستحق المقاطعة والهجر، أو يتظاهر بالمعاصي يشرب الخمر ويقول والديه أو أشبه ذلك يستحق الهجر، لكن إذا رأت أن تزوره للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب بعض الأحيان فلا بأس،
إذا رأت هذا، إذا رأت أخاك، إذا كانت ترجو أن زيارتها تنفع بالنصيحة تزور، فإن نفعت ولا تهجر. وهكذا الرجل إذا رأى أخاه لا يصلي أو يتظاهر بالمنكرات يهجره، إلا إذا رأى مصلحة الزيارة للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب. طيب، حل الوالدين؟ لا، الوالدين لا يهجران، الوالدان ينصحان ويبران، ينصحان ويبران، لا يهجران ولا يقطعان، ولكن مع النصيحة ومع الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، لأن حق الوالدين عظيم. قال الله في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة. تقول: هذه زوجي يتعاطى المسكر، فهل يجوز أن أطلب منه الطلاق؟ نعم، إذا كان يتعاطى المسكر لك طلب الطلاق، لأن بقى معه خطر، قد يقتلك وقد يورينك بغير حق، قد يضرك إلى شرب الخمر، قد تعينينه على ذلك، هذا شر عظيم. فلك طلب الطلاق، بل الأولى طلب الطلاق، أفضل لك طلب الطلاق والبعد عنه. نسأل الله الهداية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول هذه الأخت: ما حكم تردد المرأة على الأسواق لغير ضرورة؟ الله يقول: وقرن في بيوتكن، نزول البيت أولى، خير لها نزول بيتها إلا من حاجة، ترددها الأسواق من دون حاجة ما ينبغي، في خطر عظيم. فالنصيحة لها أن تبقى في بيتها ومع أهل بيتها في طاعة الله، في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في حاجات البيت. أما الخروج للسوق فلا ينبغي إلا للحاجة، الحاجة، وإذا تيسر أن غيرها يكفيها فهذا أبرك وأحسن. الله إليكم. تقول: عمل المرأة يدفعها إلى الاستعانة بالخادمات الأجنبيات غير المسلمات، مما يؤدي إلى تأثيرهن على أطفالها في طريقة التربية، فما رأي سماحتكم في هذا من منطلق الدين الإسلامي؟ لا يجوز استخدام الكافرات للتربية ولا غير التربية في هذه الجزيرة، وهو كان في هذه الجزيرة لا يجوز أن تربي كافرها أولاد المسلمين، هذا خطر، لا يجوز استخدامها مربية في الجزيرة، يجمع شرين، شر استخدام هذه الجزيرة وشر التربية، لا يجوز. بل يجب أن يكون المربي للأولاد رجل صالح أو امرأة صالحة، إذا كنا بنات امرأة صالحة مسلمة، وللبنين رجل صالح، ولا يجوز أن يربي البنين الكافر ولا يربي البنات الكافرات، لا، لا يجوز هذا. وهذه الجزيرة لا يستخدم لها كفار، لا رجال ولا نساء، يجب إبعادهم، ولا ينبغي الاقتراب بهذا بما يوجد بين الناس الآن من كفرة، لا يجوز الاقتراب بهذا، هذا ما يجوز. ننبه ولاة الأمور على هذا، نسأل الله لهم التوفيق. فالواجب على المؤمن لا يستخدم عند الحاجة إلا مسلمة ومسلم في عمله، وإذا كان ما في البيت غيرها لا تعلم، لا تروح، لا توظف، تبقى عند بيتها عند زوجها وعند أولادها، تدخل وظيفها يغنيها الله عنها، على زوجها يقوم عليها، تلزم بلدها، تلزم زوجها وتلزم أولادها، تدع العمل، بيتها خير لها، طلبت أولادها من أهم المهمات. وجود الخادمة عند الزوج خطر نعيم على الزوج، يتقع الزنا وسواحش الشرور، فالبعد عن الخادمة أولى، إلا إذا كان البيت نساء معها لا تحصل خلوة ودعت الحاجة إليها وهي مسلمة، فلا بأس عند الحاجة إليها وهي مسلمة، أما كونها مع الزوج وحده فلا. السؤال الأول: أنا حرمة أبلغ من العمر 65 سنة، توفي زوجي قبل رمضان وأنا لا زلت في العدة، فهل يجوز لي أن أصلي التراويح في المسجد؟ الواجب على المتوفى عنها تذهب البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، المتوفى عنها تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلا من حاجة، المستشفى أو المحكمة أو حاجة في السوق لا بد منها أو ما أشبه ذلك، فصلاتك في البيت أولى من صلاتك مع الناس. صلي في البيت ما يسر الله والحمد لله. يقول السؤال: أفيدكم بأنه منذ سنتين ماضية كان لدي طفل، أو سنين ماضية كان لدي طفل لا يتجاوز عمره الشهر الواحد، وفي ذات ليلة أخذ في البكاء الشديد الذي لا أعرف سببه، مما اضطرني الأمر إلى السهر معه ومحاولة إسكاته، ثم ناولته ثديي لكي أرضعه، وأخذ من النعاس وغفيت عنه والثدي في فمه، وبعد أن انقضى جزء من الليل أفقت من نومي وتفقدت ولدي وإذا به قد انتقل إلى جوار ربه، ولا أعلم عن سبب وفاته، هل هو الثدي كتم أنفاسه أم أنني ألقيت بجسمي عليه أثناء النوم دون أن أحس بذلك، علما بأنه لم يكن مريضا من قبل وكانت صحته جيدة؟ الأقرب والله أعلم أنه بأسبابك، إما أنك أصحتي بالثدي أو بجسمك كله، هل أظهر ولا أن تكفري بصيام شهرين متتابعين، إلا الذي تيسرعت تقضح، فإن لم يتيسر ذلك فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، لأن الظاهر أنهما تبي أسبابك. وهذه السائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها
وما حكم لبس البنطال للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟ ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف عليه مجتمع المرأة. تلبس لباس أهل بلدها وتأثر تشبه بأعداء الله، تلبس الملابس الضاشية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس أي خالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه في أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، وقلت ليس من لباس جماعتها فلا تشد، تلبس لباس يخالف جماعتها تقوم به قد لبس ثوب شهرة، وربما فتى من يراها من محارمها. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نواف من الرياض تسأل وتقول بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟ نعم عليه الزكاة، جعلته في مصرف وغيره تنتظر شراء البيت ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، يكفيه لأن تم الحول وهو موجود ما فرق في البيت. جزاكم الله خير. تقول أنا امرأة متحجبة من بلد يمنع الحجاب، وكل من يقدم إلى المطار بالحجاب يتعرض إلى القمع، وأبي مريض ويجب أن أسافر برؤيته، هل يجوز أن أذهب من غير محرم وأرفع الحجاب لغرض رؤية أبي؟ لا يجوز هذا، يجب عليك الحجاب ولا تجوز سفر غير محرم، ولكن كلمه بالتلفون، كلمه بالتلفون الحمد لله بالهاتف أو بالمكاتبة، ولا ليس لك السفر بدون محرم ولا ليس لك رفع الحجاب. خالف بلدك واصبر على الأذى، اصبر على الأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة. الحمد لله. الله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم هذه الأكل، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أبشر بالخير، اثبت على الحق والزم الحجاب وبر والدين ولا تستغفر إلا بمحرم وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة. تقول أنا متزوجة من رجل متزوج من امرأة أخرى، ويكرر دائما أنه تزوج مرة ثانية ليرتاح، ولا يقبل مني أي خطأ علما أنني أحاول أن أرضيه وأقع في أخطاء أحيانا. الآن هو قد هجرني ووضعني عند أهلي ورفض رجوعي، فهل فعله هذا جائز؟ أنت ما دام فعل هذا لا، يجب عليه العدل، وإذا فعل هذا يطلب الطلاق، ثم يعدل ويقوم بواجب ويساوي بينهما، وإذا قل يطلق، إما أن تعدل وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل أرفع أمر المحكمة، وليك يرفع أمر المحكمة، فعل الزوج أن يعدل أو يطلق. أنا فتاة تقدم لي شاب يدخن ولكنه محافظ على الصلاة، فهل أقبل به زوجة؟ أنصحك أن لا تقبلي ما دام يدخن، لا، أو يشرب الخمر، لا، ويسوف يعظ الله خيرا منه، لأن المدخن شره كبير مؤذي لزوجته وأهل بيته، والدخان مضرته عظيم وشره كثير، فالواجب الحذر منه. وإذا خطبك المدخن أو شارب الخمر أو المعروف بالمعاصي لا، سوف يأتي الله بأفضل منه، اتق الله وأبشر الخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فاسين سين، تقول سماحة الشيخ ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ الرضعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة. لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فينا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمنا، ثم نشهد بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا رفضه. فثبت عن أخبرناه قال سأل بنت سهيل أربع سالما خمس رضعات تحرمي عليه، وقال صلى الله لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، فالرضعة المحرم كان لابد يكون خمسا أو أكثر حال كون الرضيع الحولين، حال كون الطفل الحولين، كل رضعة معلومة، يمص الثدي يبلع اللبن ثم ينفصل هذه واحدة، ثم يعود يرتضع يمص اللبن ثم ينفصل هذه ثانية، وهكذا لابد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحقها ويعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يتجرى إذا مص اللبن وترك الثدي لتنقل الثدي للثدي أو للتنفس الراحة هجرى. يا شيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد أو في ولو مجلس واحد، ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد خمس رضعات بينهما فاصل، نعم، يشرب اللبن يتنفس تطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي أو تستريح أو تقوم من حاجة وتعوت وأشياء. أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟ نعم، لا، 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 لا
فالغرام أولى بها، لأن الحديث الذي النهي عن صوم السبت حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح. الذي النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، بل شاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم صيام السبت وحده أو مع الجماعة أو مع واحد، لا بأس، كله طيب الحمد لله. نعم. تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟ لا حرج القراءة عن ظهر قلب من ذنوب إلا الذنوب، فلا الذنوب أو المرأة الذنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما إذا كان ليس بجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لا بد يتوضأ أول ثم يمس المصحف. أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء؟ الواجسة قدمين من الجمهور أهل العلم، الواجسة قدمين في الصلاة في المرأة. تقول السائلة: فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة، وفي شروطها في العقد بأنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئا من هذا الراتب وتبقي شيئا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج 1000 ريال فقط ويكون هذا من العدل؟ هذا يتعلق به ما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم يحرطوا في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل أو أنها تعطي نصف الراتب فهم على شروطهم إذا عند العقد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم، إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا ويكون لها نصف الراتب ربع الراتب فهم على شروطهم، أو سمح لها ولم يأخذ من راتبها شيء فلا بأس، وهكذا مع أبيها أو أمها الأمر بينهم لا يتجاوزهم، إذا اتفقوا على شيء فلا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل نسأل إلى الأخت ياسر من الرياض تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟ لا لا يطع، لا تطيع الزكاة، تعطي امرأة تصلي، دوري الفقراء الطيبين اللي لا يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يطع كفر إلا المؤلف قلوبهم، يعطون من الزكاة المؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداه غيرهم، وحفظ بغير بهداه نفع كبير للناس، أما أفراد الناس كفره لا. أحسن الله إليكم، تقول عبد العزيز في سؤاله الثاني سماحة الشيخ: هل يجوز أن يعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة عنده سيارة أجرة يكتسب منها في شهر في الشهر حوالي 700 جنيه، ويمر شهر آخر تكون معطلة السيارة علما بأنه موظف حكومي مرتبة 150 جنيه؟ إذا كانت إذا كنت تعلمين أنه فقير وعرض حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عندهم أسباب تقوم بحال لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحال لا يعطى من الزكاة. لعلكم سماحة الشيخ حضرة الله تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز إعطاهم؟ مثل ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله لهم الزكاة. الفقراء معروفون والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة أو ليس لهم أسباب، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم العمال يبعثهم ولي الأمر يحرسون النخيل والثمار والغنم والزرع ويأخذ زكاة الإبل والغنم، هذه يقال لهم عمال يبعثهم ولي الأمر يعطيهم من الزكاة ومن بيت المال. والمؤلفة قلوبهم هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله ولو كانوا كفرة يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون فرجا لعطيتهم إسلام ونظائرهم أو قوة إيمانهم، هؤلاء هم مؤلف قلوبهم السابع الكبار والمطعم في عشائرهم الذي يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام ونظائرهم، وهو الرقاب عتق الرقاب الذي اشترى من الزكاة ثقة تؤتى، وهكذا المكاتبون الذين شروا أنفسهم من السابع لدين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه يشترى به نفسه من سيده، والغارمين أهل الدين الذين عليهم ديون وهم عاجزون سواء كانت الديون لإصلاح ذات الدين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون هؤلاء هم غارمون يعطون من الزكاة للدين لقضاء الدين، وفي سبيل الله الجهاد يعطون غزاة يعينهم على الغزو، ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عنده شيء يقطع ولو كان غني في بلاده، إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع أو قال أنه منقطع وأن تنكره حاله
وأنه منقطع تعطي من الزكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: لدي أخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة، فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟ أصلاح مواصلة من المكاتبة أو بالهاتف طيبة يحفظ بها وصول الرحم، بالهاتف بالتلفون بالمكاتبة بالسلام الذي يحمل فلان سلم على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا تيسرت الزيارة بلا كلفة هي من كمال الصلة، الزيارة والبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، هدية الهدية الطيبة مواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كان أغنياء فالكلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولم يتسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء أو يمكن يعني يحتاج إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسى إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة ومن غيرها، كل هذا من صلة الرحم. نسأل الله لجميع العبادة والتوفيق. سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك. من يدار الصبر؟ لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لولا أن الصبر عليه ما صار أجره يوفى بغير حساب. أن يدع على المرأة أن تفهم دخلها ولو كانت تقاطع من الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها ما عليه منها، لن ينقذها من النار يوم القيامة، هم لن ينقذها منها ولا ينقذوا أنفسها. إذا انتفعت خلاص من النار ولا يضرها جعلهم عليها، إنما الطاعة بالمعروف. نسأل الله السلامة. وسائلتنا أيضا تسأل عن حكم لبس العباءة المطرزة والمزكرشة في الأيدي. بعيدة عن لبس النظر، العباءة هو العباءة ثم بعيدة عن لبس النظر، على عادية غير عادية ظاهرة لا خير في النظر حتى لا تفتن، ما ظهر منها عادي ولا عادي مثل ما قال وإنما ظهر منها نفس الشيء الذي لفت النظر خلال الفرق. ما حكم شرعي فيما يفعله بعض الناس من بروز الزوج أمام النساء أو رقص بعض الرجال بين النساء بحجة العادات؟ ليس لأحد أن يفعل هذا، ليس الرجل أن يدخل بين النساء وهن كاشفات، وليس لهذه العادة وجه شرعي، بل يجب الحذر منها. تدخل المرأة في محل خاص تدخل عليها في محل خاص، ولا تعن عليها أن النساء كاشفات أو يقبلها أن النساء، هذا ليس من المروءة وليس من الشرع، بل هو من المنكر. فيقول لها محل خاص تدخل عليها في محل خاص، وإذا دخل خرج من عندها. أما أن يدخل ويدخل عليها بين النساء وهن كاشفات ويجلس بين النساء هذا منكر واضح يجب الحذر منه. سمعت الشيخ، هذه امرأة تقول: امرأة لم تأتيها الدورة الشهرية سنة كاملة، وفي رمضان هذه السنة جاءتها ثلاثة أيام، لكن لا تعرف أهي دورة أم لا، وأثناء ما جاءتها كان يظهر عليها الدم قليل، وآخر النهار تطهر وهكذا لمدة هذه الثلاثة أيام، والدم صفته مكدر بالسواد، نرجو من فضلكم التوضيح إذا كان هذا الدم يؤثر على الصوم. نعم، إذا كان صوما عليها أن تقضي الصيام لأن هذا حيض، ولو تأخر في حيض الأصل في الجماع لأن المرأة هو الحيض، هذا فإذا تأخر الحيض ثم جاءتها ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة تجلس، فإذا كانت ثلاثة أيام تقضي ثلاثة أيام، فإن كانت صامت صومها غير صحيح، وإن كانت ما صامت فالحمد لله وعليها القضاء، وعليها القضاء مطلقا. نعم. تقول السائلة بأن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت وأدوات المدرسة وغير ذلك، هل يحل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟ لا، إذا كان تقصد لنفقتها البيت لا تأخذ من ماله بغير علمه، إذا تقصد لنفقتها ونفقتها أولاده لا تأخذ بالمعروف، لا تستطيع إسعاف ولا تنزيل لكن بالمعروف، لأنهم من تعزة مرأة لسفيان رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان كذب صحيح
لا يعطيني الله قام لا يكفيني ويكفي ذنوبه، فهل اخذ الله ما يكفيني؟ قال الله خذي من ماله بالمعروف لا يكفيك ويكفي ذنوبه، خذي من ماله بالمعروف وان هو الاسراف فلا تفضي. إذا سمحت الشيخ بعض الأخوات يقولنا هل النفقة محددة مثلا أو معينة؟ لا أيوة محددة، هذا العادي حسب العادي حسب الغلاء والرخص من حسب حاجة الأبناء كثرتهم وقلتهم حسب الحال الوفق الوفق، مثل ما قال رسول الله على في عباده الصالحين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إذا عنقك ولا تلتقط الى البحث فتقعد ملومه انه لها دخل كل البشر والمشرك المنبذر. تقول هذه السائله سماحه الشيخ متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ أكون مأذورين. السلام السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام الا في حالتين، احداهما اذا سلم المصلي عما اقتصر على الركعه ماشي فانه يكمل ثم يسلم قبل بعد السلام، هذه الحاله الاولى. إذا سلم عن ناقص رفع وأكثر ثم تنبه وينبه فإنه يكمل صلاته ثم يقرأ التحيات ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن ناقص. الحال الثاني إذا أشكل عليه وبنى على غالب ظنه في الصلاة شك يعني أشكل فصلى ثلاثة وأربع وغلب على ظنه أنه صلى أربع فإنه يسلم بعد الفراء ثم يسجد السهو، أو ورد على أنه من صلى ثلاث يبني على ثلاث ثم كمل الصلاة ثم يستوب على الصلاة إذا بنى على غير الظن. أما إذا بنى عن يقين حلنا باليقين فإن السجود يكون قبل السلام، الحاصل أنه في الحالتين يسجد على السلام، إحداهما إذا سلم عن نقص ثلاثة وأكثر فإن السجود يكون بعد السلام أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غير ظنه مو عن يقين بنى على غير ظنه فإنه يؤجل سجود السهو حتى يسلم ثم يسجد السهو. من السائلة جيهان من المنطقة الشرقية لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟ نعم يشرع لها، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح كما كرد يسأل ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، هذا من الدعاء الطيب، فهي تسأل ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوجة الصالحة. نعم حضرتكم الله سماحة الشيخ، من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء، تقول السائلة ولكنني لا أدري هل هذه العلامة وبعد الارتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟ الطهر جواء أثار الدم، فإذا تلطفت بقطرة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر الدم تغتسل ولو مرأة قصة البيضاء. أما قصة البيضة فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء عند نهاية الحيض تجد ماء أبيض على أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة، إذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صهرة ولا قدرة تغتسل ولا مرأة قصة البيضة. أحسن الله إليكم. أم شموس من مكة المكرمة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟ الواجب عليك تقوى الله وأن تخلص لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك كلها لله، جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو تقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما يخون عليكم الشرك أصغر فالسيد عنه فقد أرجع، والحديث الآخر من صلى يرائي فقد أشرك من صدق يرائي فقد أشرك، الواجب التجنب لهذا الشيء، المرأة والرسول كل واحد يجاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي رياء الناس، لا يصدق رياء الناس، لا يقرأ رياء الناس، لا يسبح لرأى الناس، لا يفعل هذا لله وحده، يطلب ثوابه من عند الله يرجو فضله سبحانه، هذا هو الواجب على الجميع، أما إذا فعله للناس فلا شركا يأثم به ولا أجر له، يأثم بلا أجر نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تقول أم شموس من مكة المكرمة إذا نسيت في الصلاة فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب
فما حكم صلاتي؟ لا حرج فيها ما دام أتت بالفاتحة ولو تأخرت، من نسيت قدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمد لله المغفور حقا. آخر أسئلتي هذه السائلة من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ: كثيرا ما أدعو على أبي في نفسي بأن يرد الله عليه بمثل معاملته لنا، أو أقول حسبي الله ونعم الوكيل، فوالدي فظ غليظ بخيل سيء المعاملة، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟ نعم لا يجوز لك الدعاء عليه، ولكن تقول اللهم اهده اللهم اكفنا شره حسبنا الله الوكيل لا بأس. أما الدعاء عليه لا، الله يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولد إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. وقال في الوالدين كافرين: وصاحبهما في الدنيا العظيم، وصاحبهما في الدنيا العظيم، مع أنهما كافران يدعوان إلى الشرك، والله يقول له صاحبهما في الدنيا العظيم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك إلا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا العظيم. فالواجب عليك الدعاء له في الهداية والتوفيق صلاح النية والعمل، وأن الله يكفيك شره، تدعو له بإذن الله يكفيك شره. اللهم كن شر والدنا، اللهم اهده، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم كن شره، وما أشبه ذلك. سماحة الشيخ، تشدد بعض الآباء وغلظتهم على أبنائهم، هل من توجيه للأباء؟ لا، الواجب على الوالدين الرفق بالأولاد والرحمة للأولاد والإحسان للأولاد وتربيتهم التربية الشرعية والحذر من ظلمهم. الواجب على الأب والأم تقوى الله في الولد وعدم ظلمه سواء كان ذكر أو أنثى، إلا إذا استحق الأدب لأنه يترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولادهم الصلاة بسبع واضربهم على العشر. فإذا ضربه لأنه يسيء الأدب يؤذي إخوانه يضر إخوانه أو فعل أشياء توجب لا يجب أدبا خفيف لا يضر، إذا كان لمخالفة شرعية أو يتخلف عن الصلاة وقد بلغ العشر لا بأس أن يؤدبه، أو يفعل فعلا من الطيبة مثل يتعاطى التدخين أو يضرب إخوانه الصغار أو يعق أمه فيؤدبه، كل هذا طيب. لكن بره أم محمد من منطقة جيزان محافظة صبية أرسلت لي سؤالين. سؤالها الأول تقول: قول صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ الواجب على من شك سجد الثانية أن يسجد الثانية، هذا الواجب أن يسجد الثانية هم يسجد السهو مع الله. أما هذه اللي شكت سجدة الثانية ولم تسجد عليها أن تعيد الصلاة، عليها أن تعيد الصلاة لأنها تركا أو كنغا متيقنا مع الشك، فلا بد من السجدتين. فالواجب عليها إذا شكت أن تأتي بالسجدة الثانية وتسجد السهو بعد قبل أن تسلم، تجمع بين الأمرين، تأتي بالسجدة حتى تتيقن أنها تسجد سجدتين ثم مع ذلك تسجد السهو من غير الشك، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها تساهل بهذا. أما إلا إذا كانت عندها وساوس فالأصل السلامة، إذا كان عندها وساوس لا شيء عليها. أما إذا كان سهو عارض فالواجب عليها في السجدة الثانية ثم تسجد السهو. أما من بغي بوساوس كبيرة أن يطرحها ويبني على ظنه ولا يضره. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟ الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر متحضر كالإبل، فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 50 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد أعطى 3000 يعطي البنت 5000 وهكذا، وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت 3000. نعم. أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟ على خطأ، ينبغي أن لا يدعو، ينبغي يدعو بالخير، يغضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتق الله لئلا تصاب ساعة إجابة. فينبغي المؤمن يتحرى الدعاء الطيب، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء، يدعو لهم الهداية والصلاة لا يدعو عليهم، هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير. تقول سماحة الشيخ: فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها
على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر، أو أن ذلك نهاية للطهر. هذا يعني تعيد الطهر، هذا يعني تعيد الطهر كتستجي وتوضأ وضوء الصلاة، يعني دم فساد بعد طريحة من الحيض يكون دم فساد، تستجي وتوضأ وضوء الصلاة تعيد الطهر، والأفضل تعيد الشيء أيضا ثم تقصر، وإن كانت الجاهلية رجعت. إذا ما يلزمها دم شيخ؟ نعم. يلزمها دم؟ لا، إذا كان معها زوج. نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، هي حددها نصف الفقراء وتكمل عمرة ثم تعيد تقضيها أيضا من ميقات عمرة أخرى، تحمل من ميقات الذي أحرمت منها الأولى. فعليها تمام هذه فرضها بسعر تقصير وذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة من جديد كما أكثر فرض الصحابة لذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة ميم عين استعرضنا بعضا من أسئلتها وتقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة في القفازات؟ لا حرج، القفازين لا فلا، إذا كانت محرمة لا حرج، إذا كانت ليست محرمة، إذا كانت محرمة لا فلا في القفازين. إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه، فهل يبقى على وضوئه؟ إذا خلع بطل الوضوء، إذا خلع بعد الحدث بطل الوضوء. أخيرا تقول السائلة ميم عين سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم: أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي. الواجب على المسافرات مع أجنبي أو غير أجنبي أن لا يسافرن إلا المحرم، لا بد أن يسافرن مع المحرم. إذا سافرن للتعليم فالواجب على كل واحد يكون معها محرمها، هذا هو الواجب. يقول في سورة: لا تسافرن إلا مع ذي المحرم، سواء كانت أجنبية أو وطنية. المقصود لا بد من المحرم، لا بد يكون معها محرم أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر الله إلا مع ذي المحرم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة تقول سماحة الشيخ حفظكم الله: إذا وافق يوم الاثنين يوما من أيام البيض أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية بصيام سنة الاثنين ويوم وأيام البيض أو كفارة اليمين معا أو الثلاثة معا؟ إذا كان واجب الصوم واجب لا بد من نية الصوم الواجب عليه، أما إذا كان تطوع الحمد لله، إذا وافق يوم الاثنين وافق أيام البيض خير خير من الآخر والحمد لله. أما إذا كان قضاء واجب لا بد من نية الواجب صوم يوم الاثنين أو غير الاثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة، قبل البيض وقبل غير البيض. إذا كان على المرأة والرجل صوم الواجب فإن يبدأ به قبل النافلة. السائلة هم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها حيث حجت في أعوام سابقة، وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟ حج النافلة مطلوب، هناك حج نافلة مرة ومرتين كلها مطلوب طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل الخير والخير ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، عليها أن تبين وقع من الإشكال حتى تجاب. أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟ نعم يلزم، إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه يعيد الحج، لأن الله قال: بين الرجل وبين الظهر والشرك في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك أكثر، العهد الذي قبل ذلك لا يصلي، وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج. السائلة التي رمزت لاسمها بنون السودان، سؤالها المكون من عدة فقرات، وتذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة وتحمد الله على ذلك وتبلغ من العمر 34 عاما، تقدم لخطبتها تقول: قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج لأسباب التالية: أولا لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ويكثر من مجالسة النساء. قد أحسنت يا رب، قد أحسنت يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطب إليكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوا، هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، قد أحسنت في ربه، فأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح. جزاكم الله خير. تقول: اضطريت للسفر للمملكة بدون محرم، ومعي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك كطلب من زوجي، حيث أن الظروف لا تسمح بترك عمله والنزول لاصطحابي والعودة بمرة أخرى، فما حكم ذلك مأجورين؟ عليك التوبة إلى الله، هذا عاصف خطأ، عليك التوبة إلى الله، أخصى دين الخمس
ما يكون محرم الصغير، المحرم يكون بالغ من 15 سنة. وعليك التوبة إلى الله والله يهدي جميع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: والدي على قيد الحياة وأرغب في عمل عمرة له، حيث أنه غير قادر على أداء المناسك العمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة؟ إذا كان عاجل كبري سنه أو ما رضي الله برأه وحجت يعني فلا لا، ولو ما علمت ذاك الله هذا من مره. إذا كان عاجل كبري سنه أو لأنه مريض أو رضي برأه وحجت يعني ولا حاجة إلى إقبال ولا سؤال. وأبشر بخير والأجر. حفظكم الله. هذه الأخت تقول سماحة الشيخ بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا وتثير أبي دوما علينا ونحن دائما في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة. وعدم نصيحتها إخبار الوالدين صحة وألا تقاطعوها، عليه بالكلام الطيب والصبر ونصيحتها وطلب الوالدين ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطعة خلاف. الوالد ينصحها ويوجهها خير، وأنتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها حتى لا تكون بيت شحن. ما حكم سفر الخادمة لأداء فريضة الحج مع حملة تضم عدة نساء؟ وهل يأتم الإنسان إذا منعها من أداء فريضة الحج؟ ليس المرأة السفر بدون محرم لا للحج ولا غيره، لا خادمة ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. والمرأة بدون محرم على خطر، فليس لأحد أن يسفر امرأة بدون محرم، لا زوجته ولا أخته ولا عمته ولا خادمة ولا غير ذلك إلا المحرم. والمحرم معروف، أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها نسب أو رضع. نعم. وهذه الرسالة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها؟ وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضا أمام إخوتها من ذكور وإناث؟ ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف عليه مجتمع المرأة. تلبس لباس أهل بلدها وتحذر التشبه بأعداء الله، تلبس الملابس الضافية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس أي خالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو التشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه في أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبطول ليس من لباس جماعتها، فلا تكذب تلبس لباس يخالف جماعتها تكون به قد لبس ثوب شهرة، وربما فتى من يراها من محارمها، نسأل الله السلامة. سماحة الشيخ، هل يكتفى بنية واحدة من بداية الشهر بأن ينوي صيام رمضان كله أم أن ينوي في كل يوم؟ مشهور عند العلماء كل يوم له نية، كل يوم له نية. وهذه تقول: هل يجوز تناول الحبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان مع العلم أنها تناول ذلك من أجل أن تصوم وتصلي؟ لا بأس، إذا كان لا يضر كانت لا تضرها لا بأس، لا مصلحة دون ضرر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة هم محمد أختكم في الله، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن ينوي الإنسان للحج والعمرة أن ينوي في نفس الوقت للحج له والعمرة ينويها لوالدته، نظرا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟ نعم، لا لا حرج إذا أراد الإنسان يحج عن نفسه ويعتمد عن أمه أو أبيه، أو العكس يعتمد عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه. لا، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين في كبر السن أو في مرض لا يرجى برؤه وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه مأجور. هذا لنا بر أصلا، من البر يحج عن أبيه ميت أو العاجز، ومن البر يحج عن أمه العاجزة أو الميتة أو يعتمد عنهما، كل هذا من البر. إذا كان ميتين أو عاجزين في كبر السن أو في مرض لا يرجى برؤه، كل هذا راح يصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟ نعم، إذا كانت عاجزة لها توكل زوجها أو غيرها، توكل ثقة يعني عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كان ثقة أو غيره من الثقة، تغني عنها ولا حرج. تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم 11 من مكة؟ لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي، قبل الرمي يوم 12، التعجل يكون في 12، فليس لأحد يتعجل قبل 12،
فإذا رمى جمرة يوم الثاني عشر له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر. أما يتعجل يوم الحادي عشر لا، أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال. ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى الحج. فإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه أن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر. وإذا طاف طوافين طواف حج وطواف وداع كان أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟ يلزمه دمع، دمع أن ترك الرمي ودم أن ترك الوداع، لأن الوداع مو في محله، طواف في مغرب في محل الوداع. ودم ثالث إذا كان ما بات ليلة 11 و 12 في الميناء، لأن المبيت في الميناء ليلة 11 و 12 واجب إذا قدر، بس استطاع يبيت في الميناء وجب عليه في ليلة 11 و 12، ويجب عليه يرمي زمار 11 و 12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين، أو ما رمى الزمار يوم الثاني عشر، أو وادع قبل الرمي الزمار الثاني عشر، أو خرج ولم يواجع، هذه عن كل واحد دم، أن طواف الوداع دم إذا تركه، وأن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وأن ترك المبيت في ليلة 11 و 12 دم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة؟ على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم بذلك مأجورين؟ للوالد والوالدة تعجيب الأطفال إذا رأى ذلك، ولو كان دون عاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يعدل ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن في ناحية لا يضره، تعجيب خفيف ينفعه ولا يضره. إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في الليل على سن يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب ضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يرجعه، أو بضربات خفيفة، أو منع من بعض حاجاته التي يريدها حتى يتأدب، من الزوج من الأم والأب، ومن أخيه السبيل إذا كان ما عنده أب ولا أم، ومن عمه ومن خالته على حسب حاله، يعني من يربيه ويقوم عليه فهو يؤدب، سواء كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ شديد على حسب الحال. فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه، له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف ما يحصل به النفع. من أسئلتها تقول سماحة الشيخ: بأنه نزل أثناء وجودهم في المدرسة مطر غزير، فاستدعى الأمر أن يدخلوا في مسجد المدرسة، تقول: وهي حائض فدخلت معهم، هل عليها شيء؟ وهل المسجد في المدرسة يأخذ حكم المصلى؟ وفقكم الله. إذا دخلت المرأة الحائض وأنه في المسجد للضرورة فلا بأس، كان تخشى على نفسها إذا كان خارج المسجد للضرورة أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك فلا حرج. أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم مسألة، إذا كان مصلى في المسجد المدرسة لها أن تجلس فيه، لأن ليس له حكم مسألة، المصلى في المدارس ليس له حكم مسألة، فللحائض والنفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة أو سماع الدرس أو الفائدة. ما حكم ينسى المرأة الحائض للمصحف إذا وجدته في الأرض وليس معها حائل ورفعته؟ الظاهر لا حائل إن شاء الله، يعني هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض يخشى أن يقعه الناس، لا في يتيسر أن يكون وراء حائل في مأمن من وراء ثمارها أو طرف ثوبها، يكون على أحوال تأخذه بثمار أو بشقة أخرى بينها وبين المصحف، هذا أفضل حتى تضعه في المحل المناسب. مجموعة من الأخوات بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هل يجوز الكذب خوفا من العلم، كأن تقول الفتاة بأن تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهادة خوفا من العلم؟ لا تفهم هذا كذب، أي الواقع والحمد لله تعتمد على الله ولا يضرها، تعتمد على الله وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حصل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا يضره، تفتح راجيك بعلم العلم، الإنسان يسأل ربه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حصل صباح ومساء ثلاث مرات ولا يضره شيء الحمد لله. أحسن الله إليكم. السائلة تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكدر من حياته يكون له أجر وثواب والرفعة في الدرجات؟ نعم، الصبر على المصائب قربة إلى الله جل وعلا، الله يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والمهتدون. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لعمل المؤمن وإن أمره كله له خير. إن أصابك ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابك السراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصاب المرأة أو الرجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه فصبر ولم يفعل إلا خير فله أجر عظيم. وهكذا إذا صبر على الأمراض والأحزان والتقاليد كل ذلك فيه خير العظيم وفضل كبير. تقول سماحة الشيخ بأنها عندما انتهت من أداء مناسك العمرة وعادت للبيت مباشرة قامت بقص شعرها مع العلم، تقول بأنني شاكة في قصه في المسعى أو البيت، هل علي كفارة؟ لأنهم لا.